المنظومه كلها عايزه تتظبط بشكل كبير قوي. يعني ده الحقيقه يعني لازم في دراسه متعنيه ودراسه شامله لكل دواء موجود، حسب الكوست برايس بتاعه، والادويه اللي هي مسيره خساره يرفعوها تاني بشكل مناسب لكل شركه، ولكن مش موضوع يعني جلوبال لكل الناس. وانا ارفض الشركات اللي بتلوح بتلوي دراع الدوله او تلوي دراع المريض وتقول هنقفل او نعمل الكلام ده كله. ده كلام احنا في لحظه في البلد لابد ان نتكاتف مع البلد ونقف معاها لحظه استراتيجيه، ان انا النهارده نقف مع البلد وكل واحد يقدم شويه. اما بالنسبه يعني بالنسبه واقصد بالكلام شركات الدواء، الشركات كسبت كتير قوي في المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت، لابد يقدموا شويه تضحيات لحد ما نعدي المرحله اللي احنا فيها. فانا الرساله دي موجهه اساسا للشركات، الشركات لابد ان هي تقف مع المريض المصري.